رقم تي في. نواصل معكم تغطيتنا لمعرض CES 2017، وكان التركيز على الجانب الترفيهي. شاومي أعلنت عن النسخة البيضاء من الهاتف نحيف الحواف ميمكس، وكشفت عن راوتر بمميزات مثل التزامن مع الخدمات السحابية وحفظ الصور من كاميرات الديجيتال. يتوفر بسعة 8 تيرابايت ب $500 أو 1 تيرابايت ب $200، وراوتر آخر يدعى لينك سايز فيلوب لمن يعاني ضعف الإنترنت بالبيت، بحيث يغطي مساحة أكبر من الراوتر التقليدي ويعطي السرعة الكاملة ولو كانت الإشارة ضعيفة بسعر $200. أما هذا الراوتر نورتون كور يقدم اتصالا أكثر حماية عبر مراقبة حركة مرور البيانات للأجهزة المنزلية المعرضة للاختراق بسعر $280. وعرضت أسوس جهازي راوتر يتم وضعهما في المنزل لبث شبكة واي فاي واحدة قوية. شركة ديل أعلنت عن شاشة كمبيوتر UP3218K بمقاس 32 إنش وبدقة 8K، لكن السعر $5000. وهذه كاميرا ذكية لمراقبة الأطفال، مهمتها تنبيه الوالدين عند التغير في معدل تنفس الطفل أو توقفه. غسالة ذكية من سامسونج تؤدي 4 وظائف في نفس الوقت. وساندسك كشفت عن فلاش USB 3.1 بسعة 256 جيجا بايت وبسرعة عالية مع معدل قراءة 420 ميجا بايت في الثانية بسعر $180. شراكة بين جوجل تانجو ومتجر جاب لتجربة الملابس بتقنيات الواقع الافتراضي قبل شرائها. الشاشات كانت كثيرة جدا، أبرزها هذه من شركة سوني والتي تأتي بدون سماعات تقليدية بحيث يخرج الصوت من الشاشة نفسها. أما LG فحضرت بفكرة شاشة شفافة بمقاس 55 إنش، أينك ترى ما خلف الشاشة أيضا، لكن لا نعلم كيف يمكن استغلالها بعد. والجنون حاضر مع هذه السماعة المرصعة بالألماس من شركة أونكيو، وأيضا لا نعلم من سيشتريها. ونافستها على هذا الجنون شركة أيسر التي عرضت لابتوب منحني الشاشة بسعر $9000. وإليك الجيل الثاني من ثلاجة سامسونج الذكية مع شاشة بنظام تايزن. ورحب معنا بموتيف، خاتم ذكي جديد يتعقب الخطوات والسرعات بسعر $200. كما تم الكشف عن نظارات ايرا لمساعدة المكفوفين حول العالم، بحيث توفر بثا مباشرا لموظف يتابع مع المكفوف كافة تحركاته. وشركة فرنسية كشفت عن عكاز ذكي للإبلاغ عن عائلة صاحبه إذا ما تعرض لطارئ مثل السقوط على الأرض. وهوندا عرضت دراجة نارية ذاتية القيادة مع خاصية التوازن الذاتي بدون تدخل السائق. سليب نمبر سرير ذكي يراقب معدل ساعات النوم ويرتبط بتطبيق ذكي، وهذا قناع واير لتقنية الهواء بمروحة مدمجة في داخله. وحضرت انفيديا بقوة مع الجيل الجديد من جهاز شيلد تي في بسعة 500 جيجا بايت يدعم دقة 4K وتقنية HDR ومساعد جوجل الصوتي وبسعر $200. شركة HP أعلنت عن كمبيوتر من فئة الكل في واحد بشاشة 34 يبدأ من $1700. لابتوب جرام 14 من شركة LG مع بطارية تصل إلى 21 ساعة. فرجة ذكية مع مستشعرات حركة 3D تخبرك عن الأماكن التي لم تنظفها بسعر $130 من شركة كوليبري آرا. وسوف تصبح شاشة الماك تعمل باللمس مع هذه الأداة ايربار بسعر $99. وعرضت سوني بروجيكتور مبتكر يحول السطح المعروض عليه المحتوى إلى سطح تفاعلي يستجيب لللمس. ونختم مع المستقبل، مشروع أريانا من شركة ريزر عبارة عن بروجيكتور يعرض جزءا من اللعبة حول الشاشة لإضفاء شعور الواقعية خلال اللعب. كان هذا ملخص اليوم الثاني، شاركنا رأيك عن أكثر ما لفت انتباهك.